إن الأحزاب الفاسدة والمخابرات الإيرانية ستخرج نسخة جديدة من داعش الإرهابي في المناطق السنية من أجل جر التحالف الدولي لضرب هذه المناطق مجدداً وشغله عن استهداف إيران. لا تقع في الفخ مجدداً، لا تكون أداة بيد المخابرات. أيها الشباب العربي السني العراقي، إنهم يتربصون بكم ليجعلوكم كبش فداء بيد عصابات إيران التي تدعي أنها سنية، وما هي إلا عصابات تابعة للحرس الثوري الإيراني تقدمكم قربانا للمحرقة الكبرى. لا تنجروا وراء ما يسمون أنفسهم مشايخ الجهاد، ولا تنجروا وراء الوهم، فالحكومة الطائفية وإيران وميليشياتها في العراق تتمنى أن تبتلعوا الطعم وتكونوا وقوداً للحرب بدلاً منها.